مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل فراخ مشوية في الفرن. الحقيقة الطريقة دي جديدة شوية علينا بس سهلة جدا جدا. دول حوالي 1.5 كيلو وراك فراخ، نقعتهم يوم كامل 24 ساعة في محلول. المحلول ده عبارة عن ايه؟ ربع كوباية عصير ليمون، ربع كوباية خل، ممكن خل رز او خل تفاح، اي نوع من انواع الخل الطبيعية، ربع كوباية سكر، يفضل السكر البني، ربع كوباية عصير برتقال، ومنضاف عليها ربع كوباية ملح خشن اللي هو الملح البحري، وممكن طبعا الملح العادي بس نقلل كمان شوية لانه بيبقى احدق شوية، 3 ورقات لورا، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة بابريكا بودرة. دوبت كل الحاجات دي مع بعض، وبعدين حطيت الفراخ وكملت مية لحد ما المية غطت الفراخ، غطيتها وسبتها يوم كامل في التلاجة، بس كل 3 4 ساعات اقلبها، يعني اللي فوق احطها تحت واللي تحت احطها فوق. بعد كده هشطفها من المحلول دوت، هشطفها كويس واصفيها. قبل ما احط الفراخ انا عملت حاجة بسيطة، رحت مخرمة الفرخة بالسكينة كده في اي حتة من كل ناحية. الفراخ دي هسيبها بالجلد بتاعها مش هشيله، وبايدي كده رحت فصلة الدبوس عن الورك، يعني بقت طرية كده وسايب، وبرده هنا كده بالطريقة دي بحيث انها تبقى مسطحة كده. عملت كده مع كله ورحت حط الفراخ في المحلول ده. الخطوة اللي بعد كده، بعد ما غسلت الفراخ وصفيتها كويس، بجهز معلقة سمنة كبيرة ومعلقتين كبار صوص الباربيكيو، نص معلقة صغيرة زعتر، معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة روز ميري، ونص معلقة صغيرة ملح. هبتدي اتبل الفراخ بالتوابل دي. في نفس الوقت هولع الفرن على 400 فهرنهايت، يعني تقريبا 204 درجة مئوية. ابتدي اخلط المقادير دي بالفراخ. احاول اقلبهم كويس قوي، وبعدين احط الباربيكيو والسمنة في نفس الوقت. السمنة حطيتها شوية في الميكرويف عشان تسيح. بعد كده هبتدي اجهز صينية او صاجة كبيرة، تكون بسور، مش شرط سور عالي، سور قصير، واحط فيها شبكة او اي حاجة مخرمة، ممكن شبكة الفرن، واحط عليها الفراخ. هحط الفراخ بالطريقة دي والجلدة تكون فوق وفريتها كده. واي حاجة تفضل احطها عليها. بعد كده هجيب صاجة تانية واحطها فيها، بس عشان قعر الصاجة ما يلزقش في الفراخ بحط ورقة زبدة بالطريقة دي، ما احطش فويل لان الفويل برضو بيلزق. احط ورق زبدة اللي هو اخلي بالي من نوع اللي هو مش بيتحرق في الفرن. بعدين احط الصاجة دي واجيب حجر، مجهزة انا حجر ولفات فويل، واحطه بالطريقة دي كده. هو تقيلة جامدة على الفراخ، وفي نفس الوقت الحجر ده لما يتحط في الفرن ويسخن هيسوي الفراخ من فوق ويحمرها
ومن تحت برضو، واحطها في الفرن مجرد ما الفرن سخن. بالنسبة لنا احنا لو معندناش النوع ده من الصواني ممكن احط شبكة هتقوم بنفس الدور واحطها على طول في الفرن. هتقعد تقريبا 45 دقيقة وبص عليها، لو حسيت انها لسه ما احمرتش اسيبها تاني شوية. حاول احطها في الرف الفرن اللي في النص. كده انا طلعتها من الفرن، خدت تقريبا ساعة. بعد ساعة الا ربع انا بصيت عليها لقيت عايزة لسه سوا، فهي خدت ساعة كاملة. هشيل الصينية دي، زي ما احنا شايفين الورق ما لزقش. كل اللي هعمله هاخدها احطها بس في الفرن 5 دقايق مش اكتر عشان دي تحمر، واشغل الشواية من فوق. زي ما احنا شايفين ده شكلها النهائي. انا حطيتها تقريبا 5 دقايق في الفرن، ما خدتش وقت طويل، واحمرت خفيف كده لان هي اوريدي استوت. بالنسبة للفراخ ديت ممكن تتجهز قبليها، يعني اول ما نجيبها وهي طازة مش مفرزة نحطها في المحلول التتبيلة ونسيبها يوم، وبعد كده نشطفها ونشيلها في الفريزر بحيث ان احنا نسويها على طول. يعني مجرد ما تطلع من الفريزر وتبرد نسويها بنفس الطريقة، ممكن نعمل اي كمية. حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.